الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، ما هي إلا ساعات ويقف حجاج بيت الله الحرام في خير موقف وفي خير مشهد، يشهدون تنزل الرحمات والبركات من بارئ الأرض والسماوات. فهنيئاً لمن لبى نداء الله في هذا العام، وهنيئاً لمن كان في وفد الحجيج في هذا العام. فكم من أناس وقفوا بعرفات الله وقلوبهم بالرجاء محترقة، وكم من أناس وقفوا بعرفات الله ودموعهم على عيونهم منسكبة، وكم من محب ألهبه الشوق وأحرقه، وكم من خائف أحرقه الخوف وأقلقه، وكم من فار إلى باب عز الله وطرقه، وكم من مستوجب للنار أنقذه ربه فأعتقه. وحين الشهود وفي اليوم الموعود المشهود، وهو يوم عرفات، يتجلى الحق سبحانه وتعالى على عباده، وهو أرحم الراحمين وجابر المنكسرين والمستضعفين، فيقول لملائكته: يا ملائكتي، ماذا أراد عبادي هؤلاء؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء. أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم وأحللت عليهم رضواني تكرما. فيا رب، يا سميع الدعاء ويا مجيب النداء، يا رب، اشتاقت أرواحنا للوقوف بعرفات، وتلهفت أفئدتنا لتنزل الرحمات. يا رب، قد وهبتنا الإسلام ونحن لم نسألك، فلا تحرمنا الوقوف على بابك، ولا تحرمنا الوقوف على عرفات في العام القادم ونحن الآن نسألك. فمن نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. يا رب، أمت وصلتهم، صلني بهم، فبحقهم يا ربنا حل قيادي. رحمة الله تعالى تتنزل على كل من وقف بأرض عرفة، والحق سبحانه وتعالى يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته: يا ملائكتي، انظروا عبادي شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في رواية: فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل لغفرتها لهم. وقد جاء في الحديث أن الحق سبحانه وتعالى يقول لملائكته: يا ملائكتي، أعطوهم ما سألوا وأخلفوا عليهم ما أنفقوا. فإذا ما دنا غروب شمس يوم عرفة، تجلى الحق سبحانه وتعالى برحمته وكرمه وبنعمه على من وقف في هذا الموقف العظيم، فيقول لعباده: يا عبادي، ألا إني قد وهبت مسيئكم لمحسنكم وأعطيت لمحسنكم ما قد سأل، أفيضوا يا عبادي بسم الله. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب ويجيب من ناداه ومن دعاه. وأسوأ الناس حالا أيها الأحبة الكرام في هذا الموقف، أي في موقف عرفات، من ظن أنه يدعو الله سبحانه وتعالى وأن الله لن يستجيب له. سئل أحد الصالحين وهو على جبل عرفات: من أسوأ الناس حالا في هذا الموقف؟ فقال: من وقف في هذا الموقف وظن أن الله لن يغفر له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.